انتي قاعدة بالقضاء لليا ولا عليا؟ ابص يمين ابص شمال، لقيت القضاء منظرها جدا وحش زي ما انتوا شايفين. ايه المنظر ده؟ ايه المنظر ده؟ قلت يا بنت ما تقومي تعملي طلبية. طلبت حاجات جدا 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 حلوة. ثواني الا الباب يخبط. الطلبية وصلت وانا متحمسة جدا. عجبكم وانا اتكلم مصرية؟ والحين يا اصدقائي الحين راح نغير كل هذه الغرفة. لازم يبغى لها تغيير. راح نرتب غرفتنا ويلا نسقى. الحين هذا معنا الصندوق، شوفوا تفتحوا. اول شيء يا اصدقائي راح نبدا من الباب. الحين يلا راح نشيل كل هذا الملصق ونحط ملصق جديد ويلا نسقوا. انا مره متحمسه. واشتركوا بالقناه وحطوا لايك على قناتنا. بحاول اشيل بشويش عشان احطه بمكان ثاني. واعطينا الملصق الجديد، متحمسه. لا لا لا، انا خايفه الراس البيت ينقطع. لا لا، قولي ان شاء الله. لا الحين تمت المهمة ان شاء الله ما انقطعت. احنا شلناها وحطيناها هنا عشان كان صراحة مو على الباب واضحة مرة كذا، يعني لونها بني بس مو مرة بنية. الحين اصبروا، انا حن لازم كذا بهدوء. والله رجعنا صارت حلوة. ما تنسى عليكم. يلا الحين انا بحطها النجمة. نحط النجمة. أنا متحمسة. تتوقع وش النتيجة؟ أنت متوقع حلوة؟ طيب راح نحط هذا القلوب. أنت مرة متحمسة. شوفوا القلب، يلا نحطه. يلا الحين نشوف هذا، نحطه هنا. شوفوا كيف توقع ايش نتيجة. انا اتوقع حلوة جميلة. ترى لسه ما خلصنا، ما خلص راح تكون مرة حلوة غرفتنا. طبعا اختي برنسس احنا وياها. هذا مكان مستعدين للنتيجة. تلا مرة حلوة صح؟ شوفوا القلوب مرة بنكية مرة حلوة. تدروا لما نحطها على الجدار الأبيض أو باب أبيض يكون تطلع بنك، بس هي عشان باب بني مصنوع من الخشب. عرفتوا؟ يلا نكمل. في الدرج الواحد في ست أوراق، يعني لزقات عادي. شوفوا هذه واحدة يعني عندها ستة كبيرة. نحط كل القلوب على كل الجدار. يلا ليتس جو. اول طبعا راح نبدا من جهتي، قصدي من جهة الاميرة. نحط القلوب مرة كيوتة. اتوقع النتيجة مرة حلوة. واو مرة كنت جميل. تشوفوا النهاية، تشوفوا تشوفوا النهاية. فخمة مرة فخمة. واشتركوا بقناة سلم سعدية. اوكي يلا كمل. متحمسة. لا تنسوا تحطوا لايك حق قناة سعدية سلم. الحين انا حطيت اثنين وراح
الحين بشيل موسيقات سليم على الزبالة فاجئها. وش تتوقع رد فعلها؟ أنا أتوقع فرحانة وتخبرني. يلا نشيل، لازم نجيب الزبالة الأخضر. يلا قاعد أشيل، أخلي كرة أميرة. يلا بشيل ذكرياتي، بس انا ما راح احطها بالزباله، راح احطها بمكتبي عشان احبها. وهذا حق العلوم. والحين يلا نبدا. طبعا انا سويت مصيبه، ثاني مره ما راح الزق على خرفتي، والله نجحت الخرفه. شوف طبعا بلدنا الفراش عاد ينشف. هذه بلشنا الحين بعض البلوم عن التسريحه. مرة متحمسة أوريكم غرفتي، أوريكم إياها نهاية المقطع. يلا نبدأ شغل. أحلى غرفة شفتها في حياتي. خلاص أنا بطلت أصير كبيرة، ما أبى أصير كبيرة أنا، ما أبى. أبى أقعد زي أكون بيبي عشان ناس ماما وبابا يدعوني. عشان كده شفته متحمسين تشوفوا النتيجة. حطوا لايك واشتركوا بالقناة. الحين شوف هذه البداية الخزانة، بلزق كل هذه الخزانة حتى الحين. أخذت بريك قبل عشان تعبت ولزقت كثير قلوب مثل ما أنتم شايفين. والحين شفتوا هذه الجهة، راح نشيل ذي الايس كريم اللي انا رسمتها، احطها بذكرياتي، ونحط هنا كل اي بي سي بحروف الانجلش. اوكي ويلا ليتس جو، خلينا شوية بريك ويلا ليتس جو. مع السلامة. شوفوا هذه الاحرف الانجليزي، هي واحدة تقعينها ونشيل الايس كريم. انتوا عارفين، شوفوا هنا اس اس عادية. واو مرة عجبتني ألوانها، عجبتني اللون الأس. شوفوا مرة فخم، عشان كل يوم أدرب عليها. هذه هنا اي بي سي، انتوا عارفين بس انا مو متعلمتها مرة، فلازم تتعلموها. ويلا نلزقها. هنا اي كابيتال، اي سمول، بي كابيتال، بي سمول، وسي كابيتال، وسي سمول، ودي كابيتال. كابيتال يعني كبير، تعرف سمول يعني. الحين بحط كل الحروف وارجع لكم. وش رايكم؟ الحين حطينا كل الحروف، وش رايكم؟ حلوة؟ انا بصراحة مرة عجبتني. اخر شيء نلبس
ايش رايكم بغرفتي؟ مره حلوه اتغيرت شويه ولا اتغيرت مره بلقيت مره حلوه. مع السلامه ويسلم عليكم ايمي. سلامه. ايوه بوريكم لعبه من شيئين مره جميل بروح اجيبها. خلوا فيلو عندكم يتعلم الف باء. ماما شريت لنا اياه من شيئين على شكل نحله عشان اذا جينا ننام ما فينا نوم نتفرج على هذه الحيوانات وكذا. هنا في اشكال كثيره الحين بوريكم اياها على شكل نحله. تخيل وش لقيت. تعصوكة مره حلو. تخيل وش لقيت. شيء يضحك. هوبو بالانجليزي يقولوا هوبو، ام بالعربي يقولوا فرس النهر. انا حق بيت دعسوقة. دعسوقة بكبر الدعسوقة.